للأغذية اللي بيجينا من اتجاه مليت الآن وقفت تماما، والفاشر أصبحت يعني محاصرة من الخارج. والمواطن والله بقت ليلة يعني احنا بنفتش الناس في مرباتي بالذات، يعني والله لقيت في ناس يعني واحد النار ما قادر يوليهم، وبالتالي لسبب الأشياء دي يعني كل المربات يعني أنا شلت كنموذج واحد بالنسبة للمربات، أنا شلت مربات يعني الليلة والله في واحدين ما بفطروا، واحدين بيتخدوا، واحدين يعني لكن قاعدين نتشايل بعضنا البعض. نقص حاد في مواد التموينية، نقص حاد في المواد البترولية من جاز وبنزين، وارتفاع خيالي في الأسعار على سبيل المثال العيش والسكر وكل السلع غالي جدا، وأحيانا ما تلقى ذات ممكن بقريشاتك وما بتلقى سكر ولا تلقى عيش ولا شيء آخر.